مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. موعدنا اليوم إن شاء الله بإذن الله مع العرض الثالث ودرس المساحة. ماذا تعني كلمة المساحة؟ تعريف المساحة هو قياس أو هي قياس منطقة محصورة أو محدودة. ماذا تعني أستاذة كلمة منطقة محصورة أو محدودة؟ سنتعرف عليها من خلال المثال التالي. أمامنا هذا المستطيل، السؤال يقول احسب مساحة المستطيل الذي أمامك. هذا مستطيل، معنى أنه يريد مساحة هذا المستطيل، هذه منطقة محصورة. يعني إيش محصورة؟ يعني منطقة محددة، هذه أستطيع أن أحدد كل النقاط التي باللون الأحمر، صحيح ولا خطأ؟ أكيد طبعا صحيح، هذه منطقة محصورة أمامي. أحسب المساحة معناها أريد كل عدد النقاط التي موجودة بداخل هذه المنطقة. هل نستطيع حسابها؟ هل نستطيع عد النقاط التي داخل هذه النقطة، هذه المنطقة الحمراء؟ طبعا صعب علينا جدا جدا جدا. لذلك علماء الرياضيات اقترحوا لنا اقتراح جميل جدا، أو حصلوا على طريقة جميلة جدا جدا ان احنا نستطيع بها حساب المستطيل الذي امامنا. هذا المستطيل ابعاده هي 2 سنتيمتر و 6 سنتيمتر. نقوم بتقسيم هذا المستطيل الى وحدات مربعة، مساحة كل مربع فيها هي 1 سنتيمتر مربع، يقسم بهذا الشكل الى مربعات صغيرة إذن ما هي مساحة هذا المستطيل الذي أمامنا؟ نقوم بعد هذه المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن مساحة هذا المستطيل الذي أمامنا 12 وحدة مربعة. لماذا نقول وحدة مربعة أستاذة؟ لأننا قسمناه إلى مربعات صغيرة مساحة كل منها 1 سنتيمتر مربع. أسمع من يقول أن هكذا أستاذة الإجابة ممكن أن تكون حاصل ضرب 2 ضرب 6. نعم كلامك صحيح أيها الذكي، نعم. إذا مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض، وهذا قانون نسير به في مادة الرياضيات، أن مساحة المستطيل بتساوي الطول ضرب العرض. وبهذا كل هذا الشرح الذي أخذناه تقريبا هو كل شرح درس المساحة. إذا درس المساحة أقوم بعد الوحدات المربعة، عند قيامي بعد هذه الوحدات المربعة تكون هذه هي مساحة الشكل الذي أمامي. إذا كان الشكل الذي أمامي عبارة عن مستطيل، ممكن بدون أن أحسب الوحدات المربعة أقوم بعملية ضرب للطول ضرب العرض، أو أقوم بعملية الضرب لأبعاد المستطيل. 2 و6 هذه تسمى أبعاد المستطيل، وسنتناول معا بعض الأمثلة على هذا. المثال الأول، احسب مساحة الأشكال التالية. اتفقنا أن المساحة ممكن أني أعد الوحدات المربعة التي أمامي. الشكل الأول، ماذا نفعل الحين؟ يريد مساحة هذا الشكل الذي أمامنا، تمام؟ ماذا نفعل؟ نعم أسمع من يقول نعد المربعات أستاذة. نعم إجابتك صحيحة، هيا سريعا نقوم بعد المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. أحسنتم الإجابة. شو هل هناك طريقة حل أخرى؟ نعم يوجد. كان من الممكن أن نلاحظ أن البعد الأول 1 2 3 4 5، إذا هذا البعد كله كم؟ 5، والبعد الآخر 1 2 3 4، إذا نقوم بضرب 5 ضرب 4 تكون نفس الإجابة 20 وحدة مربعة. ننتقل إلى الشكل التالي، يا ترى ما هي مساحة هذا الشكل؟
وكم طريقة نستطيع أن نحصل بها على مساحة هذا الشكل؟ الطريقة الأولى نقوم بعد المربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعم، مساحة هذا الشكل الذي أمامنا 12 وحدة مربعة، وبما إنه على شكل مستطيل إذا نستطيع بضرب الطول ضرب العرض. يا ترى ما هو الطول وما هو العرض؟ 1 2 3 4. إذا هذا البعد 4 والبعد الآخر 1 2 3. إذا ضرب 4 ضرب 3 تكون 12 وحدة مربعة، نفس الإجابة التي حصلنا عليها. ننتقل إلى التدريبات. التدريب الأول، ارسم مستطيل مساحته 15 سنتيمتر مربع. فكر معي يا ذكي، يطلب منك أنت أن ترسم مستطيل مساحته 15 سنتيمتر مربع. إذا لابد أن يكون لدي مستطيل، وعندما أقوم بعد المربعات داخله تكون مجموعها 15 سنتيمتر مربع. كيف نحصل عليها؟ نعم، أسمع من يقول: أستاذة، نبحث عن رقمين يكون حاصل ضربهما 15. نعم، أحسنت، إجابة صحيحة. يا ترى ما هما الرقمين؟ من يجيب؟ نعم، 3 ضرب 5. إذن هذا هو المستطيل الذي أمامنا الذي باللون اللبني. لو قمنا بعده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ولو لاحظنا هذا البعد يكون عبارة عن 3 وهذا البعد عبارة عن 5، بحيث أني لما أضرب 3 ضرب 5 يكون الجواب 15 سنتيمتر مربع. ونرى المثال التالي، غرفة على شكل مستطيل أبعدها 4 متر و6 متر، فكم تكون مساحتها؟ أستاذة، ماذا تعني كلمة أبعادها؟ أبعادها تعني الطول والعرض. هذه هي الغرفة أمامنا على شكل مستطيل، البعد الأول 4 متر والبعد الثاني 6 متر. يا ترى ما هي مساحتها؟ حاول وفكر يا ذكي، ما هي مساحة هذه الغرفة؟ مساحة، نتذكر سويا، ما هو قانون مساحة المستطيل؟ قانون مساحة المستطيل بيساوي الطول ضرب العرض، بمعنى 6 ضرب 4 تساوي 24 متر مربع. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، والواجب بإذن الله حل أسئلة كتاب التلميذ صفحة 33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.